خليني بس الاول اعرف الظروف ويمكن كابتن يوسف عدى على الجزئيه دي، الظروف اللي انت سبت فيها النادي الاهلي ومشيت منه وكان انتقالك، انت رحت الاتحاد على طول بعد الاهلي. اه على طول. ايه الظروف اللي ايه اللي حصل؟ هو السنه اللي مشيت فيها سنه 93 94 انا كنت لاعب بتاع حوالي من ماتشات الدوري كلها بتاع حوالي مثلا 17 مباراه. كنت انا بلعب منتخب الاولمبي وجاي من الكويت. كنت لازم شارع عربيه جديده. فقلت اطلع اجربها، كانت ساعه حوالي 12 بالليل 1 بالليل. فطبعا حسن انا ساكن في ميدان لبنان. والكابتن طارق سليم ساكن في احمد عرابي. ايوه جنبي. انا ما اعرفش طبعا. فانا سايق العربيه كده وجيت بدوس فرامل، رحت داس بنزين، رحت داخل في الفيلا بتاعته. وانت ما بتعرفش دي فيلا كابتن طارق؟ ما اعرفش حاجه. لا انا عرفت بعد كده. ولسه ما اتعلمتش السواقه شكلك يعني؟ كان شكلك لا كنت بسوق بس كنت بسوق بس كان ساعتها كان عندي 20 سنه تقريبا. نزلت المدام عنده وابنه. انت عارف انت بتتكلم مين مش بتتكلم مين؟ قلت لهم لا انا ما اعرفش، انا ما انا خلاص انا غلطان هدفع لكم حق تصليح العربيه. طب ما فيش مشكله نعمل محضر وما نعملش محضر؟ قلت لهم لا لو عملت محضر مش هدفع فلوس. هتعملوا محضر؟ انا مش عاوز شوشره وحد يكتب في الجرايد ان انا سهران والكلام ده. جبت الفلوس، كان ساعتها دولارات كمان يعني بالمناسبه. اديتهم حق التصليح العربيتين. تاني يوم قابلت الكابتن طارق سليم، بعت لي قال لي رحت له قعدت معاه، قال لي انت جاي سكران، انت سايق بالليل سكران، وازاي انت تقعد لساعه 12 بالليل في الشارع؟ قلت له بص يا كابتن، انا اصل انت عارف ان انا لحد دلوقتي انا عندي داخل في 48 سنه ما شربت السيجاره، يعني انا بص بطلت كوره ولا وانا كنت بلعب بشرب سجاير، ولا لما بطلت كمان كوره وقعدت شربت سجاير، ولا ليا في انواع اي حاجه خالص. ايه بس يعني بقول لك انا بثبت لك ايه؟ الحادثه انا بثبت لك اي حد يشك في انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك ان انا الكلام ده في التسعينات. انا بقول لك دلوقتي ان انا بعد عدى 20 سنه او اكتر وانا ما بشربش حاجه. فقال لي لا انت كنت بتشرب وكنت سكران. قلت له يا كابتن اللي انت عاوز اعمله طالما انت مصمم على كده انت حر. انا بقول لك كابتن طارق في الوقت ده كان مدير كوره. قلت له خلاص انت حر، انت شايف ان انا كنت سكران والناس قالت لك الكلام ده، خلاص انت حر. انا بقول لك انا لحد الواقعه دي كانت سبب في انك انت تسيب النادي. الواقعه دي ده بقول لك لاعب ساعتها كان ساعتها مش عارف 12 فريق او 14 فريق الدوري كله. كنت لاعب 17 مباراه ولاعب نهائي كاس مصر اهلي وزمالك 2-1 طرب وزيت، ولاعب بعديها كاس مصر كله. بعد الواقعه دي لقيت نفسي بره، يعني بقيت نفسي مش موجود في النادي. ولما مشيت من النادي الاهلي جت مصلحه. ده يعني انت مشيت من النادي الاهلي وانت حاسس انك مظلوم. انت هو اللي بيمشي من النادي الاهلي ده بيمشي ليه؟ يعني اي لعيب بيمشي. لا في اوقات احنا متفقين ان النادي الاهلي كيان كبير جدا ونادي بيسعى دايما للفوز بكل بطولات. في وقت من الاوقات طبيعي جدا وعادي جدا انه لعيبه تبقى ما عندهاش القدره انها تدي او تضيف للنادي فبتسيب وتمشي. تمام. ده انا كان عندي 23 سنه 24 سنه. وبعدين انا كنت واخد بطولتين. يعني كنت واخد بطولات مع النادي الاهلي. لا ما هي قصه. بص كنت بتقول لي اللي بيمشي من النادي الاهلي ده اللي بيمشي من اي مكان حتى في عملك هنا، اللي بيمشي من هنا اللي بيبوظ. يعني اللي بيمشي من اي مكان يبقى مش ناجح فيه. انت لما تكون انت لاعب دوري كامل ولاعب نهائي بطوله فاهمني، وتيجي تاني بعديها باسبوعين في الوقت ده كنت دولي يعني. انا عارف حتى شفنا صور ليك مع كابتن محمود الجوهري. كنت لاعب منتخب لعبت منتخب اولمبي. لعبت منتخب ولعبت جميع المنتخبات كلها. انت لما انا مشيك ليه؟ انت خلتنا احنا دخلنا في حاجه قديمه انا اتنرفزت عشان كده يعني. انت لما بتيجي تمشي من مكان لازم تمشي عشان ما تلعبش. لكن انت لما تكون بتلعب وشغال طب ايه اللي يمشي؟ اقول لك على حاجه يعني. لما انا اكون في مركزي مثلا 3 4 ما بيلعبوش. يعني انت 3 4 ما بيلعبوش واللي بيلعب اللي يمشي. طب انت اصلا بتقول لي جت مصلحه. طب انت كنت بتلعب ليه؟ كانت بتقول لي جت مصلحه. انا اكمل لك بس. انت بتلعبني ليه؟ يعني انت مثلا انا لاعب البطوله كلها ولاعب الدوري كله ولاعب كل حاجه مع مجرب وانور سلامه والكابتن سايس. لما اجي امشي بعد كده طب انت لعبتني المباريات دي كلها ليه؟ المدرب الموجود كلمت الكابتن انور سلامه قال لي لا انا ما ده حاجه ثانيه خالص، انا ماليش دعوه. انا ماليش علاقه. ماليش علاقه بالكلام ده. فخلاص انا ما يبقى انا بمشيك. كان احمد عبد الفتاح عبد الجليل ده ما كانش بيلعب خالص وكانوا جايبينه قاعدينه في المدرج عشان كان حته حاجات كده يعني مش هنتكلم فيها. ولاعيبه كتيره ما كانتش بتلعب خالص. مين اللي بيمشي؟
اللي ما بيلعبش. لكن انا ممكن مثلا يكون عندي لعيب كويس مصاب، لا ما فيش مشكله طبعا. اجهزه عشان يلعب. لكن انا في ناس ما كانتش موجوده خالص فاهمني، لا وبعدت بعديها كملت. ايوه ايه بقى اللي انا رحت الاتحاد بعديها؟ كنت ساعتها النادي الاهلي ما كنتش عملت فيه فلوس يعني، كنت البطولات اللي انا خدتها كان نهائي كاس، البطولات اللي 7000 جنيه 6000 جنيه سنه دلوقتي ساعتها كان 3000 6000 جنيه 4000 جنيه ده اللي لعب الماتشات كلها. دي ما كانتش ارقام ساعتها، لا ما ساعتها 94 يعني رقم مش عارف مش زي دلوقتي يعني دلوقتي مش زي دلوقتي يعني مثلا 4000 هتعمل بيهم ايه؟ لا دلوقتي اللي حصل هتجيبهم عربيه صغيره. لا دلوقتي اللي حصل ده مش طبيعي، خلينا نتفق بس يعني. لما رحت الاتحاد كان طارق العاشري معلش يا طارق كان طارق العاشري كان جاب راكب عربيه ب 2000 جنيه وانا رايح عربيه موديل السنه فاهمني. كان برضو الكابتن طلعت يوسف كان معلش يعني في ناس كده ايه يعني لما بقول لك هي حاجات حاجه حلوه، لكن انا طبعا كنت اتمنى ان انا اكمل في النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ده بيتي وتربيت فيه قعدت اكتر من 17 او 16 سنه فيه. لكن انا كان الحاله الماديه ما كانتش تسمح ان انا اجيب حاجات كتير. لما رحت الاتحاد ساعتها خدت 60000 جنيه في التسعينات، 60000 جنيه دول ملايين بالنسبه لدلوقتي يعني. عملت 6 مواسم تقريبا في الاتحاد اعتقد اضافوا المشوار يعني، بصرف النظر عن النقله من الاهلي اللي انت ما كنتش حاببها او ما كنتش تتمناها، لكن انا بيتهيالي انه جمال مساعد الموهبه والامكانيات، بتكلم على لعيب الكوره بقى، سيبك من الاسماء ومن العقود ومن الارقام، انت لقيت نفسك في الست سنين مع الاتحاد اكتر يعني ولا ككوره ولا ككوره 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 طبعا يعني. لا هو النادي الاهلي طبعا ككوره والاتحاد كانت بقى بتحب. بص انا لما انقلك من فيرود من فيرود لواحد بتجيب اجوال لواحد بتدافع كده، انت خلاص انت قلت من مستواك 60 70%.